فوز ماشي بس هتقعد تشرب حاضر حاضر هتشرب هشرب هشرب والله هات لي اي مشروب اجيب لك مشروب تشربه ماشي ماشي حضرتك هتجيب لي ايه بقى نشرب. اجيب لك عصير جميل جدا هتشربه لا اقول لك هات لي كافاتشينو نعم يا حبيبي كافاتشينو ايه كافيه مفيش حاجه اسمها كافيتشينو ما عندناش مفيش هنا في الكافيه كافيتشينو لا ما عندناش ومفيش في الدنيا كلها مفيش كافيتشينو ده يا حبيبي خلاص هات لي اللي هتجيبه اي حاجه اي اجيب لك الدرينك بتاعنا الويلكم درينك بتاعنا هيخليك 100 100 اغلى مشروب عندك هتهولي اغلى مشروب يا فندم ده على حسابنا اه ده لو جيت لقيتني هنا ايوه يلا نعم. لا مفيش حاجه انا داخل حمام اتفضل استريح يا فندم اتفضل بعد اذنك يا فندم ايه ده كيف فين المجانين ده انا مش فاهم اول واد ها ها مشيت مشيت انت سايبني الناس هنا نفختني ضرب راحت فين البيت راحت فين البيت يا عم ما طلعتش هي وجابت خطيبها ضربني ايه ده والله والله امال مين صاحبه الاكونت ده اللي اسمه قشطه ما قالت لي هي جايه هنا قشطه بعسل ومهلبيه ولا حد جه ولا عمالين نتنفخ هنا ده بقى كافيه بافالو سمعت الصوت ده ايوه عارف الصوت ده مين ده صوت مراتي يا لهوي ده هتنفخنا احنا الاثنين وانا مال انا هتقتلنا انا تقتلني ليه هتفتكرني بخونك بخونها معاك وهتقتلنا والمصحف انا عارفها طب دي ما بتمشيش غير بمسدس معاها ما توترنيش والله العظيم بص بقول لك إيه؟ ايه انا في الحمام آه. الحياه صعبه جوه وانا هعيش جوه في الحمام روح انت جاي قاعد في الحمام مساء الخير كده ليه؟ ده على اساس ان انا ناموسه واقفه هنا. طب بطل زن اقعد مكانك. حاضر، ايه ده انا خفت منها ليه دي؟ ماشي حاضر حضرتك. ايه ده؟ يا رب استر يا رب واليوم ده يعدي على خير يا رب. يا رب. ها. انت اتفضل اشرب دي. ايوه يا ريت عشان المناديل دي ان شاء خلص. الله دي فيها منوم عشان تنام وما تقرف ناس وخدامين الجزم يا فندم. ربنا يخليك استاذنك بس تشوف الاستاذه اللي هناك دي مخوفاني. طبعا طبعا. صباح الفل يا فندم. صباح الخير. حضرتك تشربي ايه؟ هات لي كيو بالسلحليه ايه العب باليه تلعبي باليه اه عموما السلحليه مش موجود دلوقتي يا فندم طب عندك ايه عصاير فريش عندنا بقى حاجات مميزه جدا اندهلك بقى خبير العصاير الفريش ماشي يا فطوطه تعالى يا حبيبي احنا خدامين البقر يا فندم وانا كله هيضيفني في الكافيه ده أعرفك لا ما تعرفنيش وهي دي محتاجة تعريف دي أشهر من النار على العالم مش مسرح البالون لا أنا مش مسرح البالون أمال إيه؟ أنا التجمع الخامس طيب الله يكرمك حضرتك تشربي إيه بقى يا فندم؟ هات لي عصير قصب أوبا ده اختبار صعب ليك ده يا فتوتة ده عصير القصب وأنا هنجح فيه طيب. هات لي القصب ماشي ماشي ثواني واحدة صبوري القصب اهو محدش يقدر يعجزني الست طلعت عصير الامر دون الله والله بجد جابت عصير بنت اللذينه الامر دون الله بتجيب منين يلا اشرب ودو انا ممكن انزل لك بيبسي لو عايز بتجيبي بيبسي اه ايه ده نشوف دي معجزه سبحان الله يلا يا فندم ايوه انا عايز بيبسي لو سمحت يلا حط الكوين دايما بمسك جنيهات فضه عامل حساب انا للمواقف دي خد يا فندم اتفضل ايه ده ايه ده يا سبحان الله طب انا عايز 7 نفس في 7 احط الكوين تاني حاضر ماشي معلش انا اشرب 7 صاحبي عايز 7 بس ماشي. حط الكوين يا رب ما نتكسف ها خلص والله لا ما خلص انا عارف ساعات تعلق ساعات حطيت الكوين حطيت والله لا حمد لله انا عارف المكان ده ساعات تعلق المكنه لو خبطناها هنا هننزل جنيهاتي بالهبل عارفها على حاجات دي كويس بس الست دي كنز بقى ده كنز أيوة. مش هنسيبه طبعا الست دي بقى احنا ندهنها احمر ونكتب عليها لو ده جنان الجنة ونكتب بقى ونلف بقى كل المحافظات ايوه ونلف المحافظات ونجيب مايك ونقعد نقول اضحك والضحكة هتبقى ضحكتين واتنين في اتنين باربعة واتنين في اربعة بتمانية وستة في ستة بستة وتلاتين وخمسة في خمسة بخمسة وعشرين
ما تعيش بروح العجل اللي جواك. لو مهما قالوا اللحمة مش مفرقك، أكل الناس بيب 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 بيب. طعم البعاد صبار والغربة ليل بهتان. يا هاني يا محمود إياك تكون حمدان. لو طالت المسافات أنا عندي عربية بسات، وأروح العين السخنة وأروح عدي بالذات. يا هاني يا محمود إياك تكون حمدان. كدنا العواسل بحنا، انما ايه؟ ايه ده، دي بتطلع مسدس؟ هو قال لي معاه مسدس. بلاش والنبي المسدس، بلاش المسدس والنبي. ايه ده؟ مرايه. ام الستات بيحبوا يشوفوا نفسهم قبل القتل وبعد القتل. قال بيطلع نمش ولا ما بيطلعش؟ ما انا اللي هموت. يا رب بلاش مسدس، بلاش مسدس. جاي عليا. ايه ده؟ جاي عليا. هو انت؟ ايه ده، انا مش موجود اصلا. ولا مش انت؟ لا مش انا. لا شكلك انت. والله ما انا. ولا مش انت؟ مش انا. لا انت. مش انا، مش انا، مش انا، مش انا يا سياده القاضي. خدوني حته لحمه سوده، كسروا لي اسناني. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه هو انت؟ لا والله ما انا. نفس العين، نفس الودن، نفس المناخير، نفس البق. هو حضرتك عندك كلب شبهي؟ مش انت اللي حاطط صوره احمد عز على البروفايل بتاعك؟ ايوه انا اللي حاطط الصوره دي. بس انت ما ينفعش تحط صوره احمد عز. امال احط صوره مين؟ شكوكو. شكوكو او ريكو، يعني اختار. ايوه طب هروح احط الصوره وهاجي. تعالى هنا. إيه؟ انت مش فاكرني؟ لا والله مش واخد بالي. انا اللي عملت لك بوك على الفيس. عملت لي ايه على الفيس؟ بوك. لا هتشتمي هشتي. بقول لك عملت بوك. ما انا ممكن اعمل لك بوك واللي جابوك. انا فاهم التكنولوجيا كويس. افهم. انا اللي قلت لك هاي. انت اللي حاطه صور انجلينا جولي؟ ايوه انا اللي حاطه صوره انجلينا جولي. يا بنت اللذينه. يعني ايه ده، هو انت كده اسمها ايه دي؟ ايه انت الاكونت بتاعك اللي اسمه قشطه وانت حلاوه؟ حلاوه. يا فرحتك يا مصطفى بامراه. لا لا مصطفى، هتعملوا عليا حفله؟ لا ما بحبش انا كده. إيه ما تضايقنيش. انت بتتلككي يا ولد. انا متفق على نفر واحد. انت بجوه. ايه اللي متفق على نفر واحد؟ لا وما تقولش سير مصطفى دي تاني. الحقني يا مصطفى. مفيش حاجه. اصل مصطفى ده اسم جوزي. بجد؟ صدف. بس ولا يهمك منه، ده عامل زي القله في البيت اصلا، ملوش اي لازمه. بجد؟ ده كله على بعضه قد كده اهو. قد كده اهو؟ قد. وعارف واحنا خارجين باخده عليا ونمشي. يا سلام. شفت اديني عقلك؟ هو اللي كان بيطلع من الصندوق. ده شكله هفع قوي مصطفى ده. ده انا بكرته على قفاه. بتاعتي كمان. لا لا حجز عليها شوش مرغاني، حجز عليها. امرك يا باشا. يا باشا زرتنا البنت دي بتاكل عيال بره. ايه اللي جابك هنا؟ ما 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 يا اخت مصطفى افهمني. انا احنا انا ايه؟ انت ايه؟ انا ايه؟ انت ايه؟ لا لا يا مصطفى. ايه اللي جابك هنا؟ ده انا كنت جاي اجيب ربع جبنه وبجني لبن. ايوه ايوه حضرتك ليكي 75 قرش باقي وكارت شحن. ايوه ايه هو ده؟ لبن اللي جاي تجيبيه من الكافيه. مش ده كافيه بافلو؟ بافلو. الجاموسه. الجاموسه يا جاموسه. تعالي تعالي، ده انا هقتلك. الزهر عطلت. بقول لك إيه؟ ايه انا هجيب التاني وانتش على طول انت زقه بس. مصر. كمل انت وانا هضرب شماريخ هنا. كمل. ان شاء الله هنكسب. كان حتى هتخش الاستاد. تعالى استاد. ايه دي مراتي؟ مراتك. خد اقول لك بقى، مراتك هي اللي عامله اكونت قشطه اللي بتكلمك وجات قبلك. يا بيه يا حلاوه. ما تقولش حلاوه دي قدامها. ما تقولش انها حلاوه. يا حنان بس انت مظهر ابو النجا يا حلاوه. اسكت. حلاوه؟ لا حلاوه ايه، انا مش حقيقه. انت قشطه؟ لا مصطفى قلت لك والنبي يا مصطفى. لا لا مصطفى. لا يا مصطفى. شعري 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 يا مصطفى. بس بس جيم اوفر. هات انا اكمل. بتشتغلوني؟ طب تضربها بالهوا. ما تعمل اي منظر رجوله قدامي واضربها. اخرس اخرس. كل يوم من ده علقه ولسه ما تروحي في علقه زيها. لا يا مصطفى عشان لا يا مصطفى انا مش قادر اصدق. والله العظيم ما قادر اصدق. ما كانش عشمي كده يا طيري تسيبني وتحوم على غيري.
بص انا مش معترض ان مراتك بتخونك وانت بتغني، ده كل واحد وبروده يعني، بس انا في نقطه ما كانش عشمي كده يا طيري. طيري دي عايده على الحاجه؟ ده انتوا هتولعوا في جهنم اقسم بالله. يا عم احنا عيله مجامله مالكش دعوه بينا. بتقعدوا في البيت بقى تقولوا يا بيبي وعصفوره حياتي. وعصفوره الجهنم مالكش فيه يا حبيبي. سيبتكم بقى ومحدش سامعكم. ما تبصوش في ودن. بقول لك هنفخك. ماشي اتفضل يا بيبي. مصطفى يا حبيبي. مصطفى حبيبي عشان خاطري. ايه؟ ضغط عالي. ضغط عالي. هاتولي حبايه الضغط ونص فرخه. مش قادر. هتبلع الحبايه بنص فرخه؟ مش قادر والله. مش قادر. طب خلاص تعالى. تعالى بتخني. تعالى لا بس تعالى ريح. بتخني. الشك هيجنني. لا شك لا يا مصطفى. الشك لا يا مصطفى عشان خاطري. التقل هيموتني ياما. بس بس خد خد اشرب العصير ده. بس انت اللي هتدفع حساب. ما هتبقى. بس ايه ده؟ خالد احنا اصحاب من زمان صح؟ بيتهيألي كفايه كده. لا مش كفايه خالص. انا محضر لك مفاجاه. ايه؟ احنا هنفضل اصحاب. أيوه. تمام. وبالمناسبه دي وبمناسبه الفالنتاين خد مراتي دي هديه. يلا وعليها مروحه فوقيها كمان. لا انا ممكن اخد المروحه وتخلي مراتك معايا. لا والله ده عرض على بعض وانا والمروحه مع بعض. معلش حضرتك دي رابع مره جينا معايا الضمان. هنعمل ايه؟ شركه معفنه هنعمل ايه فيها؟ وانا في شركه رنين. معلش انت هتديني المدام بتدبسني فيها. مفيش الكلام ده خلاص. انا اتصرفوا انتوا مع بعض وتصالحوا. يا مصطفى عشان خاطري. يا ما مصطفى ما تقوليليش مصطفى. ده انا حاسس ان انا مش مصطفى، حاسس اني كريم. قولي لي يا كريم. ماشي ماشي خلاص عشان خاطري. ايوه بس كده استهدوا كده وصلوا على النبي. ما احنا مستهدينا بس صلوا على النبي كده ما بينكم. يا حبيبي يا حبيبي اخير. مساء الخير. اهلا وسهلا. مساء النور. سايبين الشغل وقاعدين هنا يا اساتذه؟ عامل لي خناقه في الشغل عشان تيجي تقعد في الكافيه ولا ايه يا استاذ مصطفى؟ والله يا استاذه ما حضرتك جاي تقعد في الكافيه برضو عادي يعني. ايه ده انت هترد عليا ولا ايه؟ لا يعني انا اسف. انا جاي اقعد في الكافيه لان انا كنت في الشهر العقاري جنب الكافيه. بخلص ورق الراجل هيجيبه لي على هنا. انت ايه اللي جايبك هنا؟ انا سايب الشغل وجاي على هنا ليه؟ رد عليا يا استاذ، مخصوم منك 10 ايام. دي اول حاجه. انا هرد على حضرتك. هو والمدام كانوا متخانقين فانا كنت بصلح بس ما بينهم. انت اساسا بتشتغل ايه؟ انت بتشتغل ايه عندي في الشركه؟ انا الساعي بتاع الشركه. وايه القلاطه اللي انت فيها دي؟ مش واجهه الشركه. اتفضل اتفضل روح. هروح اجهز الفنجان بتاع حضرتك. اتفضل يا رب. اتفضل يا استاذ. انا فاهم حضرتك. يعني مصطفى كان بيصالحني في الكافيه وانت لو خصمت منه كده هو هيكرهني اكتر ما هو كرهني. حضرتك المدام؟ انا طبعا مقدر يعني شعور حضرتك ومقدر قد ايه ان انت خايفه على جوزك، بس ده كلام فارغ. يسيب الشغل في وسط الشغل وعليه التزامات؟ انا راجل بلتزم معاهم هم يلتزموا معايا. صح حضرتك عندك حق، بس معلش عشان خاطري. حضرتك خاطرك على عيني وعلى راسي يعني، وخصوصا ان حضرتك بتفكريني بحد عزيز عليا يعني. خطبتك؟ لا. يعني مين؟ والدتي الله يرحمها. نفس يا سبحان الله. نفس الملامح؟ لا خالص. طب الشعر؟ لا كان شعرها طويل وقفل حاجات. طب العود؟ ده عود ماما وخالاتي يعني. طب في ايه حضرتك؟ نفس الحلق سبحان الله. كانت بتمشي الشخل اللي في البيت زي حضرتك كده. ربنا يخليك، بس والنبي ما تخصمش من مصطفى حاجه عشان كده هو هيكرهني. حضرتك ده شغل ولازم يلتزم، لكن كده ما ينفعش طبعا. معلش كده ما ينفعش حضرتك. لا اتفضلي يا فندم. سير بتاع حضرتك. ايوه هاتوا. اتفضل يا فندم. اتفضل انت. احنا خدامين الجزم يا فندم. اتفضل يعني روق اعصابك وهدي دمك كده. يا ماما يا شوفي قلت يا ماما غلطت يعني. معلش معلش اتفضل حضرتك. ماشي شكرا. العب. شكرا. العب. يا طعمه غريب شوية. عموما يا سيدي العشر ايام رجعوا لك تاني خلاص، وهديك شهرين مكافأة يا سيدي. ايه ده؟ ايه الشخصيات اللي بتخش علينا دي؟ ايه الكاركتر الغريب اللي انت عامله؟ أيوة. يا ترى يا فندم. أيوة. المكان عجبكم تأمريني بأي خدمة تانية؟ لا يا باشا احنا هنحاسب وهنمشي. لا 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 مصطفى مصطفى تحاسب ايه؟ انا اللي حاسب. لا 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 بعد اذنك تاخدش منه فلوس. انا اللي حاسب. عيب يا فندم. انت راجل شغال معايا في الشركه. لا خلاص انا شايل الشركه خلاص. لا 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 خلاص انا اللي حاسب الحساب كله النهارده عليا خلاص. ماشي. تمام تمام. عايزين حاجه تاني؟ لا تمام يا استاذ شاكر.
يا استاذ شاكر انت فين يا استاذ شاكر؟ استاذ مغاوري ايه الاخبار؟ كله تمام يا استاذ شاكر. خلصت الورق؟ تمام. ما هو ده اللي انا كنت مستنيه عشان بقول لك. ها خلصت الورق كله؟ قرفت حضرتك زي الفل. الله يقرفك. وكتبت العربيه باسم المشتري كمان. طب بعد اذنك ما دام الدفتر معاك يعني انا اغير المشتري، يا ريت تكتب العربيه باسم المدام بعد اذنك. اسم المدام؟ ايوه. الاسم ايه؟ كريمان. يعني مش كريم واحد، كريمان ما شاء الله. اكتبها باسم الاستاذه كريمان بعد اذنك. انا اتبرعت بالعربيه لمراتك يا اسمك ايه؟ مصطفى. مصطفى ماشي. يلا انا قاعد هنا على الترابيزه هشرب حاجه واخلص كل حاجه. اتفضل اتفضل. تمام تمام. العربيه باسمك دلوقتي. تمام. متشكر جدا. بس العصير اللي انتوا بتقدموه عندكم طعمه ميلو. غريب شويه. لا انا برضه اما شربت حسيت ان طعمه غريب خالص يا فندم. طعمه جميل. لا طعمه لا بعد اذنك أوه. يعني يا ريت تدوق حضرتك العصير. لا مش عايز انا ادوق حاجه. هو حلو. لا هتلاقي طعمه مش غريب. مش هشرب انا يا فندم. حلو ما صاير. هتشرب ولا هطلب البوليس بعد اذنك؟ لا البوليس على ايه يا فندم؟ اشرب. اتفضل اتفضل. طعمه غريب صح؟ طعمه غريب؟ ايوه رد عليا. طعمه غريب ولا مش غريب؟ هو في شابه؟ يعني انا عندي حق انه طعمه غريب يا فندم. مشاريبكم كلها على حساب. مشاريب على حسابك؟ طيب متشكرين جدا يا فندم. وكمان ممكن اكتب الكافيه ده باسم الهانم. يا سلام. يعني اجي اكل براحتي بقى؟ ها او باسم حضرتك. ده ايه الكرم ده؟ ايه الكرم ده؟ طب بعد اذن حضرتك يعني يا ريت نغير اسم الكافيه. نغير اسم الكافيه ليه يا فندم؟ هو اسمه بافلو كافيه. بافلو كافيه. وانا كنت مراقب الفيسبوك بتاعك بقالي فتره. ها حلاوه وقشطه وبتاع. يبقى نسمي الكافيه